طب أستاذ علاء، يعني هل تم إعلان ميعاد الجنازة وتشييع الجثمان؟ وطبعا بالتأكيد بيحيط ذلك الكثير من البروتوكولات والمراسم، هل في أي إعلان صدر بهذا الشأن؟ مراسم الجنازة ستقام إن شاء الله باكر في 9 بالتوقيت المحلي. يعني الجميع بيترقب الصلاة في مسجد بلال، المسجد المقارب لقصر حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه. منتظر إني وفود كثيرة، يعني طبعا يكونوا موجودين. الحقيقه رحمه الله عليه له مكارم كثيره، وكلنا يعني ان شاء الله لن يفوتنا واجب العزاء ان شاء الله رب العالمين. بالتاكيد بالتاكيد. اشكرك جدا استاذ علاء، كل الشكر استاذ علاء سليم الامين العام للاتحاد او الاتحاد العام للمصريين في الخارج، يحدثنا من الكويت. رحم الله المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، وطيب الله ثراه.